السلام عليكم مشاهدينا الكرام. ما هي خلفيات إغلاق قناة الرحمة الدينية؟ وما سر تزايد القنوات الدينية في عالمنا العربي والإسلامي؟ وما هو الدور الذي تلعبه في نشر الثقافة الإسلامية وتوعية الشعوب بدينها؟ أليست كثرة هذه القنوات الدينية وتعدد الفتاوى فيها فوضى إعلامية تحتاج إلى إعادة نظر؟ لماذا تذكي بعض القنوات الإعلامية نار الفتنة الطائفية؟ لماذا يسخر البعض في الغرب من الدين الإسلامي؟ وإلى أين تمضي الحرب على الحجاب والنقاب في الغرب؟ هذه الأسئلة وأخرى نطرحها على فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حسان الداعية الإسلامي المعروف. ولد ضيفنا عام 62 و900 وألف في قرية دموه مركز ديكرنس بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر، وحفظ القرآن وهو في الثامنة من عمره. درس الشيخ حسان بكلية الإعلام جامعة القاهرة وحصل على بكالوريوس الإعلام، ثم التحق بعد ذلك بمعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة، كما تلقى علوم الدين على يد الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنهى الشيخ حسان الطحاوية كاملة على يد الشيخ بن جبرين. كما عمل الشيخ حسان مدرسا في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم. ويقوم الشيخ حسان حاليا بالتدريس في معاهد إعداد الدعاة في المنصورة، وهو المشرف العام على قناة الرحمة. ولضيفنا عشرات الكتب ومئات الشرائط في شتى فروع العلم، كما قام بزيارة الكثير من دول العالم محاضرا وداعيا وخطيبا. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ في هذا الحديث أدعوكم إلى تقرير الزميلة دنيا سمك دينا سمك من القاهرة وتفاصيل قناة الرحمة وما حدث لها. شاهدوا. ارتبطت شعبية قناة الرحمة بشعبية الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان، ولهذا أثار قرار وقف بثها على القمر الصناعي المصري نايلسات الكثير من الجدل، واعتبره البعض حربا على القنوات الدينية التي انتشرت في الآونة الأخيرة وارتبطت بدعاة صاروا نجوما في مجتمع يغلب عليه الطابع الديني. الإسلام العظيم منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره ولا زال إلى يومنا هذا مستهدفا من قبل أعدائه، من قبل الباطل وأهله. وجاء وقف بث قناة الرحمة على القمر المصري بناء على مطالبة المجلس السمعي والبصري الفرنسي الذي اتهمها بمعاداة السامية بسبب برنامج وصف اليهود بأنهم أحفاد القردة والخنازير، أمر اعتبرته الشركة المصرية للأقمار الصناعية مخالفة للعقد بينها وبين القناة والذي يمنع بث أي مواد تحض على الكراهية أو العنف. في ضغوط ممكن من نيوتلسات الفرنسية على النيوتلسات هنا في مصر أن يعني توقف بث قناة الرحمة من على النيوتلسات. والمسؤول وأنا الآن يعني على طالع على العرب سات من خلال النيوتلسات أيضا، وإن شاء الله يعني أرجو الله عز وجل أن يكون فيها حل قريبا إن شاء الله. شهدت السنوات الأخيرة ظهور عشرات القنوات الدينية على القمر المصري نايلسات كقناة الرحمة هذه، ويرى قائمون على هذه القنوات أن الامتثال لقرار إغلاق واحدة سيفتح الباب أمام إغلاق الكثير. وهذا الكثير لا يتضمن فقط القنوات الدينية، بل قنوات أخرى يعتبرها الغرب داعمة للإرهاب في وقت يراها الكثير من العرب صوتا للمقاومة. نحن ليس صدى لمواقف الولايات المتحدة أو مواقف الأعلام الغربي أو القوى الغربية. نحن لا نبحث إلا على مبادئ عامة يتم الاتفاق عليها، كما قلت هو أننا نلتزم بحق الناس في المعرفة، حق الأعلام المفتوح، ولكن مع احترام معتقدات وآراء وقيم الناس. لم تكن قضية قناة الرحمة إذن سوى حجر ألقي في المياه الراكدة ليحرك من جديد الجدل الدائر حول حدود الحرية في فضاء مفتوح يختلط فيه الدين بالسياسة وأشياء أخرى. دينا سمك، الجزيرة، القاهرة. شكرا لزميلتنا دينا سمك من القاهرة على هذا التقرير.